الصلاة بشكل عام هي محاولة التواصل والشركة الدائمة مع الله. للصلاة أساليب والكتاب هو الدليل. صلاة موسى من أجل الشعب 40 يوم نهار و40 ليلة منبطح وهو يصلي إلى الرب. إبراهيم حاجج الله في الصلاة. يعقوب ساوم الله. النموذج الأمثل في كل الكتاب المقدس هو صلاة يسوع في جثيماني، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. القس أديب عوض ضيف فادي براشد في بانوراما. الصلاة في الكتاب المقدس، تشاهدونه على سات 7 في الأوقات التالية.